السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتوما على خير البنات. تنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو نتوما في صحة جيدة. دابا رمضان، كل واحد عنده التمر في الدار. هاد التمر هذا راه زوين بزاف، يكون رطب. اللي ما عندوش هذا يكون داك التمر اللي تيكون رطب. غادي نصايب لكم مع بيه واحد العسل ديال التمر، تيجي زوين وسميتو. فعاود ما الواحد يحلي بالسكر، يبدا يحلي بيه ولا يغمس بيه الدراري، وداكشي تيعطي واحد القوة وتيعطي واحد التغذية. زعما ما فيها حتى شي حاجة، ما فيها حتى شي حاجة ديال طبيعي. زعما اللي ما عندوش هذا الشكل هذا، حنا هنا موجود عندنا في الجنوب، وهذا التمر تيكون لذيذ وحلو بزاف. غادي نوريكم. انا راني نقيته هنايا باش نكسب الوقت. ها هو في واحد الطنجره، تناخدوها بحال هاك، تنحيدو لي هاد العظم او لا العلفه، كل واحد واشنو تيقول لي. غير العظم صافي، واحد النباتة تكون كاينة فيه يحيدوها حتى هي. ناخدو هكا تنحيدو، تنبداو ناخدو هاد هكايا، تنحيدو منو العظام وتنحطو. المهم خاص يكون هاد التمر يكون رطب، ما يكونش داك القاصح ضروري. واخا ما يكونش هذا الشكل، قلبوا على اي تمر يكون رطب. تيكون عندنا يترونس ديال الماء، حتى لجوج يترو، تنكبوهم بحال هاك في الطنجره. التمر انا درت هنايا، الا درتو كيلو ديرو يطرو ديال الماء، درتو جوج كيلو ديرو جوج يطرو ديال الماء. دابا غنديوهم فوق، نديوهم فوق العافيه ونخليو على عافيه مهيله تيطيب، وانا غادي نكمل معكم الوصفه. عندي دابا فوق العافيه حتى نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. البنات راني خليتو من قبيله تقريبا شي نص ساعه هذه، وداك الماء كله نشف، ما درت ليه مني، درت ليه داك الماء صافي. دابا بحال هكا من يكون، شوفوا ها هو تي سيغلي، شتو كيف ولا، شتو كي ولا صافي، يدوب كامل، ما يبقاش بقات فيه، تبقى فيه حتى شي حاجة. هكا خاصو يبقى. دابا من بعد غندوزو لواحد المرحلة واحدة أخرى، من تينشف من الماء من هكا. تكون عافية مهيلة باش ما يلصقش ولا شي حاجه. صافي دابا هو ذاب، ما بقى لا حتى شي حبه ديال التمر ما بقاتش. دابا غندوزو واحد المرحله واحده اخرى، غادي نوريها لكم. داك الماء خصو يكون كامل هكا. دابا خصني ندوزو مرحلة أخرى بعد ما نشف ونعود نتلاقى معاكم. هكا فاش يولي البنات صافي تينشف، وما تتبقى حتى شي حبة ديال التمر، كلشي تيدوب. دابا في هاد المرحلة هادي تنهزو، تنديرو هنا. عندي هاد واحد الصفاية، هاهي درت تحت منها طنجرة، وخديت واحد التوب يكون نقي ويكون مزيان، يكون متي يكون رقيق. شوفوا شوفوا هانتو كيفاش شي رقيق بزاف.
هكا خص يكون باش ندير فيه هكا باش يتعصر. البنات ما يكونش النار عليه مجهده، يكون عافيه قليله بزاف باش ما يلصقش كاع. الا كانت مجهده هي غادي ينشف وغادي يلصق لينا في القاع ديال الطنجره. انتو شوفوا راه ما لاصق في القاع هذا لا والو، طبع على خاطره. المهم خذوا التمر اللي يكون رطب ما يكونش قاصح. دابا راه سخون بزاف، دابا تيكون سخون ما تقدروش تعصروه، ولكن نجمعو انا بحال هكا وغادي نخليه سخون، ما نقدرش نعصرو لان السخون بزاف. غادي نتقل عليه ونخليه حتى يولي دافي عاد نبدا نعصر. تيحرق بزاف، ما غاديش نقدر نعصرو. هانتو شوفوا هو تيتعصر، غادي نخليها هنا حتى يولي دافي عاد نولي نرجع معاكم ونعصر. دابا غنتقل عليه بشي حاجه ونخليه يقطر، حتى من بعد عاد نرجع نخرج منه دوك العصاره كامله، حتى نعاود نرجع معاكم بيد ما يدفى. شوفوا البنات ها هو كيفاش مني تفطر لما نوصل، غادي نشوفوا كيفاش خرجت كيفاش يخرج على شكل سيرو. شفتو كيفاش بس نبقاو نديرو ليه هكذا، نبقاو نعصرو. تبقاو دورو هكذا غير بالخطر. بقاو شاد راه تيدي الوقت شويه بهذا العصير حتى تخرجوا هاد دابا انا غير وريتكم الفكره، تنعاود نكمل انا هاد الشيء كامل، هاد الكميه كامله نخرجو ونعاود نرجع معكم نوريكم الكميه اللي خرجات منه. وغادي نعاود نرج مثلا البوطه باش يغلى. غادي نكمل معكم الوصفه، يلا خليني نكمل باش ما يطولش الفيديو. المهم هي الفكره هكا، خصو يبقى يكون واحد توب ماشي صفايه ولا شي حاجه، خصو يكون في التوب باش يخرج غير هكا ونيكو، باش يكون هكا الخليط هكا تيكون بحال هكا. باقي دابا غادي نرجعو لفوق النار ونخليه حتى يرجع، انا غادي نكمل معكم الوصفه. هو تيغلي البنات، مازال يبقى يغلي حتى تبقاو تشوفوا الكشكوشه. دابا يلا بدا تيغلي، تبدا الكشكوشه عاد نعرفو بان راه وصل تقال ولا عسل. تخلوه على عافيه مهيله، شوفوا راه عافيه مهيله ما ماشي كتير. هانت شوفو هانت العافيه مهيله بشويه تيغلي، بقى
مرة مرة تحركوه هاك. نعاود نكمل معاكم باش تشوفوا، باش نعرفوا احنا المرحلة الأخيرة باش كيفاش يولي. هو البنات شوفوا، هو كيدير كشكوشة فاش شوفوا بدا تيدير هاد الكشكوشة، عرفوا راه صافي صافي راه طاب. دابا الجناب ديال الطنجرة بدا تيتحس، بدا دابا تيولي عندنا عسل. دابا غنخليه غير واحد 5 دقائق وغادي نعاود نطفيه، نطفي عليه البوطة ونخليه حتى يبرد. باش يبرد غادي نجي نوريكم النتيجة الأخرى، تشوفوا كي داير معنا العسل ديال التمر. شتو راه العافية مهيجة بزاف. صافي نخليها غير شوية وغادي نطفي عليه، تنعاودو نتلاقاو إن شاء الله باش يبرد. يبرد عادي يبان لينا واش كيفاش بينا. انا شوفوا كيفاش يجي هكا تيولي، واحد الريحه فيه طيبه زوينه. هذا هو العسل ديال التمر بعد ما عصرته. دابا غادي نعمروه هنايا في هذه القريعه. عطوه للدراري ملي يكون عندهم شي امتحان ولا شي حاجه يغمسوا فيه، راه زوين بزاف، تيعطي الطاقه للجسم. حتى الناس اللي فيهم فقر الدم ياخذوا العصير ديالو وياخذوا العسل يصايبوه. بغيتو تديروا شي حاجه تحليوها، بحال مثلا شي حاجه اللي غتحليوها بالسكر حليوها بهذا العسل ديال التمر. الناس عسل طبيعي 100%، ما فيه حتى شي حاجه ديال مواد حافظه، ما فيه ما شي حاجه اللي هكايا تضر ولا شي حاجه. انا غندوز معكم دابا التقديم. البنات ها هو العسل، شوفوا كيفاش يجي، راه المذاق ديالو زوين بزاف. بهاد صايبوه باي تمر، ماشي غير هاد التمر الكحل، اي تمر عندكم صايبوه به وتيجي زوين وتيجي رائع. غير ويغمسوا به الدراري، اي حاجه اللي بغيتوه ديروها به. فعاود ما ديروا السكر، ديروا كيف قلت لكم، ديروه هو حليو به. ونتمنى هذه الوصفه تعجبكم. السلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.